في قول المصنف رحمه الله في المسألة قال: قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة؟ يقول: هل في ذلك رد على بعض الناس ممن يأخذ العلم من المبتدعة الذين يكذبون ويبتدعون؟ وحجة هؤلاء أنهم أحيانا يتكلمون بالحق، يعني يقيسونهم على الشياطين، على قياس طيب هذا، يقيسون هؤلاء على الشياطين، هذا قياس صحيح وقياس لمة وقياس مدح. نعم.